الإعلان عن أكتر موبايلات اتباعت في الربع الأول من السنة كان فيه صدمة شويتين بخصوص الموبايلات اللي اتباعت والشركات اللي موجودة أصلا. تعال نعرف أكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. في مواقع بتتابع وبتنزل إحصائيات بيع الموبايلات في العالم، إلا أن المنافسة في ظل الموبايلات اللي بتنزل كل شوية من شركات زي شاومي وريلمي وأوبو وسامسونج تخليك مش عارف إيه الموبايلات اللي ممكن تتصدر المبيعات من كل الشركات دي. ومن أكتر الشركات اللي نشيطة جدا وملحوظ بشكل كبير وجودها في السوق وكل شوية بتنزل موبايلات هي شركة شاومي، وكنا اتكلمنا عن الموبايلات المنتظرة القوية جدا منها في فيديو يزلك اقتراحه فوقنا او هنسيبه تحت في ديسكريبشن بوكس، زي ما اتكلمنا برضو عن الدخلة الشمال اللي حصلت في ابل يمكن، خصوصا وان كلنا عارفين مزايا وعيوب الايفون، لكن كلام حد زي مؤسس تليجرام عن الايفون وعن ابل يحسسك ان وجهة نظرنا فيه وتعليقنا على الايفون مش مجرد تعليق لحد غير مقتدر ماليا على شرائه مثلا، او انه مقفول منه عن جهل مثلا. ما علينا، يعني المهم ان القائمة كانت صادمة شويتين، وصدمة القائمة مش في جهاز ولا اتنين، بالعكس هي كل الأجهزة اللي موجودة فيها وترتيب الأجهزة كمان يحسسك بصدمة. بالمناسبة لو كملت الفيديو للآخر وكنت من الأندرويدوية اللي حملوا تطبيق كلاب هاوس لكن واقف على دعوة، ففي آخر الفيديو هنتكلم عن طريقة نختار بيها اتنين عشوائيا نبعت لهم دعوات، تابع لو تحب. خلينا بقى نشوف المفاجآت ونشوف الأجهزة اللي موجودة وترتيبها على حسب الإيرادات. أول مفاجأة وفي ظل غياب خدمات جوجل عن هواوي، كانت مفاجأة فعلا ان جهاز الهواوي ميت 40 برو من اكتر الاجهزة اللي باعت في العالم، الا ان المفاجأة ما كانتش وجود جهاز هواوي ميت 40 برو في القائمة. الفكرة ان الجهاز مثلا مش جاي رقم 10 اللي هو شابط في القائمة بالعافية، لا ده جاي رقم 8، يعني في جهازين تحت منه كمان. الجهازين دول هما السامسونج جالاكسي S21 5G وجهاز الايفون SE بالترتيب كده 9 و10. هواوي دي لو رجعت لها خدمات جوجل لمجرد بس ان المستخدمين ما بيحبوش يوجعوا دماغهم بتحميل التطبيقات بطرق غير مباشرة هتنافس بقوة جدا. بالمناسبة يعني شركة اونر بعد بيعها وانفصالها عن هواوي بتستعد بجهاز قوي جدا وعليه خدمات جوجل، وكنا اتكلمنا عنه في فيديو يزلك اقتراحه فوق هنا او هنسيبه تحت في ديسكريبشن بوكس. تاني مفاجأة ان جهاز زي السامسونج جالاكسي S21 الترا برغم كل التطور اللي موجود فيه والامكانيات اللي بيقدمها، عندك الشاشة حدث ولا حرج، الكاميرا فوق التصورات، وعندك كمان اقوى معالج من سناب دراجون 380، الا ان بكل المميزات اللي موجودة دي جهاز السامسونج جالاكسي S21 الترا بيجي في المرتبة الخامسة. ونيجي بقى للمفاجأة الاكبر والاقوى، ورغم كل اللي قاله مؤسس تليجرام عن الايفون الا ان المراكز الاولى الاربعة محجوزة للايفون. عندك بالترتيب من 1-4 ايفون 12 برو ماكس، ايفون 12، ايفون 12 برو، وايفون 11. وتكمل مفاجأة الايفون بانه برضو حاجز المركز السادس بجهاز الايفون 12 ميني، يعني نقدر نقول ان جهاز السامسونج جالاكسي S21 الترا ده كله عبارة عن بريك في النص كده، عيلة ايفون مكتسح. في قائمة تانية بقى بخصوص حجم المبيعات، ودي قائمة بتضم الاجهزة اللي اتباع منها كتير، ودي اول اربع اجهزة فيها هم الايفون برضو، يعني خلاص ما نحاولش، وهم ايفون 12، ايفون 12 برو ماكس، ايفون 12 برو، وايفون 11. لكن اللي بعدهم على طول هم الريدمي 9 A والريدمي 9، وفي بريك في النص كده بجهاز سامسونج من عيلة A وهو الـ A12، وبعده على طول شاومي نوت 9. وعيلة A من سامسونج بتكمل وبتختم القائمة بجهاز الـ A21 و A31. طبعا الارقام صادمة شويتين، من ناحية عندك الايفون متصدر، مش بنقول انه هو وحش مثلا وما يتصدرش، بس في ظل كل التطورات اللي بتحصل حواليه وتلاقي الايفون مثبت في مكانه ومع ذلك بيبيع لدرجة ان هو يتصدر، ومن ناحية تانية بقى في ظل كل الاجهزة اللي شاومي عمالة تنزلها ونشاطها الملحوظ في السوق، وكمان انها من شوية كانت بتحتفل انها باعت 25 مليون نسخة من جهاز الريدمي نوت 8، الا ان دي الاجهزة اللي تيجي في القائمة. لكن هو ده حال السوق وهو اللي ليه الكلمة الاخيرة، ويمكن مع استمرار التطورات تتغير الخريطة مثلا، مين عارف. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا وتقولي في التعليقات ايه رأيك في الاحصائيات اللي موجودة، وهل انت شايفها فعلا صادمة ولا كنت متوقعها. في النهاية بقى، ولو اتفرجت على الفيديو للآخر وكنت من الاندرويدوية اللي حملوا تطبيق كلاب هاوس وسجلوا فيه لكن للأسف واقف على دعوة، فتقدر تعمل لايك للفيديو وتقدر تعمل تعليق برأيك في الاحصائيات اللي بنتكلم فيها، وهنختار اتنين عشوائيا ونبعت لهم انفيتيشن. ودي نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة، نلقاكم على خير.